عام 2018 صدر تقرير حذر من وجود تهديد في غاية الخطورة، هو عبارة عن وباء سيجتاح العالم ويقتل 80 مليون شخص. حينها لم يلتفت أحد لذلك التقرير، فيما وصفته مجلة الفورين بوليسي بالتقرير المشؤوم. وبعدما يقارب العامين أدرك العالم خطورة ذلك التقرير بعدما بات كورونا يقرع الأبواب. هل أتى الوباء إكس ليقضي على العالم؟ أم أن الوقت حان لإعادة التوازن للكوكب؟ ما الذي يحدث؟ وما القصة؟ منذ مئات السنين والعالم يتخوف من ارتفاع التكاثر السكاني، ففي العام 1 ميلادية قدر عدد سكان الكوكب بمئتين وخمسين مليون نسمة، واحتاجوا حينها لما يقارب 1600 عام لكي يصلوا لنصف مليار نسمة. لكن بعد ذلك ارتفعت معدلات الولادة، فخلال 200 عام تضاعف سكان الكوكب ليصلوا إلى مليارين نسمة. تحديداً هنا ظهر باحث سكاني بريطاني يدعى توماس مالتوس، وحذر من التكاثر السكاني الرهيب. وللتلخيص في قصته، أكد أن البشر سيقتلون بعضهم البعض من أجل الموارد الطبيعية، والسبب أنهم يتكاثرون والأرض لا تتكاثر، ما يعني أنها تضيق بهم. وفي ذات الوقت تختفي الكثير من الموارد بسبب الكثافة السكانية وبناء المدن، ففي الوقت الذي يتكاثر فيه البشر ضعفين تنتج الموارد الطبيعية ضعفاً واحد، وبين التقاء الاثنين مع الواحد تقبع المشكلة بأن البشر ستضربهم المجاعة وقد تكتب نهايتهم حينها. مالتوس لم يعطي الحل لذلك، لكنه ألهم الكثيرين للبحث عن الحل. ومن نظريته عن التكاثر ظهرت نظرية الوباء، والتي حملت عنوان فلنقتل نصف الكوكب. يعتقد الكثيرون أنه لكي يعيش العالم بأمان وسلام يجب قتل نصف سكان الكوكب لتكون حياة النصف الآخر أفضل، فيما يقول البعض الآخر الذين اقتنعوا بنظرية مالتوس أن الكوكب سيضربه وباء يقضي على نصف سكانه، وعندها يحقق الكوكب التوازن الطبيعي والسكاني. كما اتبعت العديد من الدول سياسة خاصة في التكاثر، مثل الصين التي منعت إنجاب أكثر من طفل في العائلة، وسياسة التعقيم التي اتبعتها الهند في سبعينيات القرن الماضي وحرمت الآلاف من الحصول على الأبناء، والهدف خفض التكاثر السكاني السريع دون الالتفات لموضوع الوباء أو غيره. ظهر التقرير المشؤوم عام 2018، والذي حذر من وفاة 80 مليون شخص بوباء خطير. وبعد التقرير بأقل من عامين توجهت الأنظار إلى الصين، وتحديداً إلى مقاطعة ووهان، والسبب ظهور فيروس جديد يقتل العالم، فيروس كورونا. سرعان ما اجتاح العالم وتحول لوباء عالمي يفتك بالصين ثم إيطاليا وإيران، كما يغلق الطرق الجوية والبحرية وقد يقتل 80 مليون شخصاً، ما يعني ظهور الوباء إكس للعلن. وفي ذات الوقت يعتقد الكثيرون أن كورونا ما هو إلا بداية الوباء الذي سيبيد نصف سكان الكوكب، كل ذلك وفق نظريات بنيت بين مئات السنين واليوم. وأنت، ما رأيك بنظرية الوباء؟